اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وحشتونا وجمعه مباركه عليكم يا رب، وكل ايامكم دايما كده بالحب وبالخير وبالسعاده. والنهارده معانا حلقه جديده من برنامج حلم وفكره، نتمنى انها تنول اعجابكم يا رب ان شاء الله. وفي البدايه برحب بصديقتي العزيزه منى. ازيك يا منى؟ اهلا بيكي يا نشوى. اهلا بيكي، جمعه مباركه عليكي يا حبيبتي. علينا وعليكي وعلى امه محمد سلام. اجمعين يا رب. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، سعدنا لقائنا النهارده في موضوع مهم جدا، هو التعدي على اراضي الدوله. ومعانا ويسعدنا ومشرفنا النهارده استاذه هبه صلاح. اهلا بيكي يا استاذه هبه. وسياده المستشار محمد حمدي، عضو لجنه حقوق الانسان ومكافحه الفساد. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه. اهلا بيكم. اهلا بيك استاذه هبه، شرفتونا ونورتونا النهارده، وجمعه مباركه عليكم، وان شاء الله تبقى حلقه شيقه. جمعه مباركه علينا وعلى المسلمين جميعا ان شاء الله باذن الله. في البدايه كده، في البدايه سياده المستشار، لو حضرتك مثلا بس تقدم للساده المشاهدين فكره كده عن الموضوع او القضيه اللي انتوا حابين. هو الموضوع والله يا فندم ان احنا النهارده بنساند الدوله وبنكشف مثلا اي حاجه، واي حاجه غلط او تعدي ما بنسكتش عليها. فاحنا عايزين نوصل الرساله دي للناس، عشان برضو ما حدش، اي لو حد عارف حاجه النهارده او شايف الغلط ما يسكتش عليه. تمام. ده الرساله اللي احنا عايزين نوصلها للساده المشاهدين، نوصلها للناس كلها. ان النهارده اللي يشوف غلط او يشوف حاجه ما يسكتش عليها، لان ده حقك وحق كل المصريين. فالنهارده مثلا ان احنا بنتكلم عن قضيه مثلا التعدي على املاك دوله. تمام. اكبر حضرتك. فان احنا كنا حابين نتكلم عن هذا الموضوع، وان احنا نوصل برضو رسالتنا للمسؤولين والساده. حضرتك يا استاذه هبه اشرحي لنا الموضوع بالتفصيل. والله يا فندم، هو كل الموضوع، انا عندي شركه مقاولات وتوريدات. جه احد الاشخاص، طبعا ما فيش داعي لذكر اسمه، اكيد اسمه موجوده في الاوراق. عرض عليا وقال لي ان هو الارض دي هو اشتراها ومعاه حكم بالتمكين، وهو للاسف طلع الورق كله يعني ملوش صحه من الاساس، وطلع الموضوع كله ان دي ارض ملك الدوله. حضرتك عملتي بحث عن الورق؟ عملت بحث يا فندم، ورحت الرقابه الاداريه، والرقابه الاداريه حولتني على الاموال العامه. الكلام ده كان يوم 5 يناير. لما الشخص ده ابتدى يعني يعرف ان انا بقيت اتحرى على الورق وافهم هو بيعمل ايه، ابتدى ان هو يبعت لي بلطجيه. يوم ما كنت في الاموال العامه، طبعا انا مثبته على البوابه ان انا ما كنت موجوده 5 يناير في الاموال العامه، هو اتصل بيا بمكالمه تهديديه، قلت له انا في الاموال العامه تعالى لي منتظراك. الكلام ده كان على الواتساب بحيث ان انا اقدر اثبتها طبعا. تمام. بعد اتنين ورايا برضو مثبتين باسمائهم، طبعا معلومه ليا بس مش هقدر نقولهم عشان حقيقة البرنامج، برضو مثبتين على البوابه في الاموال العامه. لما مشيت من الاموال العامه هو جالك يعني بعت لي ناس، بعت لي اتنين شخصين تبعه. تمام. بعدها يا فندم انا رحت مشوار انا واختي، كنا ببيت والدي، كنا معزومين على الغداء عند والدي عادي جدا. لقيتهم وصلوا لبيت اختي، جابوا بلطجيه. طبعا في فيديوهات هتتعرض مع سعادتك بالتعدي على بيت اختي، بالتهديدات. حد قال ده هم هيعملوا لها قضيه نصب، ان هي نصبت علينا. و معلش يا استاذه هبه، بس عندي تفسير صغير. اتفضل. انت حضرتك روحتي وبتبحثي ورا الورق ده ليه؟ علشان شكيت فيه، عشان الورق جالي. شكيتي فيه؟ هو جابولك من الاول ليه؟ بس عشان اشرح بس للساده المشاهدين، جابولي يا فندم من الاول يعني. هو يعني عارف ان انا عندي. هقول لساعتك انا الموضوع فيه اصلا. انا اللي جابولي يعني. حد انا اللي جابولي حد شغال معايا عندي في الشركه بمعنى اصح، وقال لي في الورق دوت والارض دي اوراقها سليمه، وده معاه حكم بالتنبيه، ومحتاجين كمان ان احنا نجيب له شركه امن وحراسه. ده من خلال شغلك انت كنت من خلال شغلي بشتغل شغلي العادي. بناء عليه طبعا شركه الامن والحراسه دي، طبعا مش هذكرها، بتاعت مين؟ بتاعت حد محترم وحد طبعا في البلد مش قليل. مجرد ما عرضت عليه الورق وكذا حد من القيادات العليا، طبعا بشكرهم، قالوا لي ان الورق ده كله مش سليم وامشي واحنا في ظهرك. هم اللي نبهوكي؟ وقالوا لي الورق ده مش سليم وامشي واحنا في ظهرك، وحاولي ان انت تراوغي معاه بحيث ان احنا نقدر ندخله الاسم، ان هو باعتباره ان هو هيستلم ارضه دي. تمام. طبعا هو حس بالخطر فمرضيش ان هو ينزل لا بالليل ولا بالنهار ان هو يستلم ولا اي حاجه. ابتدى يتجه للبلطجيه والتهديدات وافتعالات كتيره جدا. انا عايزه اقول لحضرتك انا ممكن بقالي اسبوع مش قاعده في بيتي بسببه. ايوه. وبسبب بلطجيه وكل وقفله تليفوناتي. احنا هنعمل واحنا اكيد في فيديوهات مع حضرتك. في زعزعه تامه في فيديوهات موجوده عند سعاده. تهديد كامل. طب تهديد كامل يا فندم. وعرض عليا 5 مليون ان انا اتغاضى وانسى الموضوع.
طبعا معلش لا هو قدام الكرامه وقدام كل حاجه، رغم ان انا ممكن اقول لحضرتك ان انا شركتي مش الشركه الواو، انا ممكن شركتي واقعه اليومين دول طبعا بحكم كورونا، بس حضرتك عندك وعلينا مشاكل البلد وعلينا فلوس وكل حاجه، كلنا في ازمه كورونا عامله ازمه. انا دخلت في سياق مع الرئيس، انا بحب طبعا اشكره، ودخلت معاه في سياق حته عداله ومسانده، وعرفت هو عامل ايه في البلد، وان هو عاملنا زي عياله اللي هو بيلم لهم جمعيه عشان يعمل لهم بيت، يعني حتى لو الامور مزنوقه بما فيهم انا كشخصي كست وبشتغل وظروف شغلي صعبه ومديونه، بس انا عارفه ان الراجل ده بيعمل للبلد وان احنا بنعمل بلد، فعشان كده قلت انا مش هتراجع. طب استاذه هبه، ايه الاجراءات القانونيه اللي انت يعني اتخذتيها في الموضوع ده؟ رحت يا فندم الاموال العامه، عشان بس ايه يعني رحت الاموال العامه رحت الرقابه، لا رحت لا يا فندم، يبقى في برضه في بلاغات وفي شكاوى او بالفعل كل شيء بالمستند الاموال العامه وثق يعني ورئاسه الجمهوريه ومكتب النائب العام. طبعا دول انا ما قدرتش تتوجه اليهم لان بقول حضرتك هم مشي ورانا بلطجيه. يعني انا ماشي متتبعك، هو متتبعني بكل حاجه، متتبع في تخويف في تخويف لا عشان ما تتحركش في اي اتجاه. اليوم اللي هم الناس البلطجيه دي روحوا بيت اختي، انا اتصلت بالنجده محدش راح، واحنا تابعين لاسم المعادي برضو محدش راح خالص. مين اللي محدش راح؟ من النجده. يعني انت اتصلتي بالنجده بس محدش استجاب. محدش استجاب يا فندم. تمام. احنا برضو انا عايزه هقول بس كلمه صغيره كده، البلطجيه دول من زمان كده في المعادي، من كام شهر بنت المعادي ماتت. فتاة المعادي ماتت. ماتت بسبب ايه يا فندم؟ ماتت بسبب بلطجيه. يبقى ما كانش فيه وعي امني. ليه دلوقتي مفيش وعي امني في الشارع زي لا دلوقتي في وعي امني كتير جدا. معنى ان هي الرساله اللي عايزه توصلها للباشمهندسة هبه، ان يبقى في يعني في سرعه في البلاغات. يعني انا النهارده لما ابلغ يعني عن حاجه او برشد عن حاجه يبقى في استجابه سريعه. تمام. واخد بال حضرتك؟ هي دي الرساله اللي عايزه توصلها للباشمهندس. يعني الرئيس كمان شال الست، يعني احنا بنشكره طبعا كستات ان هو شالنا على دماغه، وهو ان في بالفعل يعني بعض المواطنين كتير بتشتكي من النقطه دي. هو اقصى موعد ان هو شريف بالظبط كده. في يعني بيبقى في اهمال شويه الكلام ده فعلا موجود، ان احنا بندعي له وعارفين ان الرئيس شريف وايده نظيفه ضده كل حاجه حاليا، بس احنا عايزينه يسندنا. يعني هو دلوقتي حر ولا موجود؟ لا حر. حر حر ولا حر ولا حر اي اجراء قانوني ضده يعني؟ لا يا فندم احنا ما عرفناش. انا لما اختي راحت تحرر محضر في اسم ضدهم، محضر بلطجه هي والمحامي بتاعي، بعت اتنين تبعه قال مسك في جوز اختي قال له ده انت في شركه بترول، ده انا هتبلع عليك ان انت خدت مني 160 الف جنيه وتحبس انا وانت. بيخوف وبيهدده يعني. بالظبط. برضه معاون مباحث المعادي ما رفضش ان هو يعمل محضر البلطجه عشان برضه ندي له حقه الراجل، انا ما اعرفوش. تحياتنا. طبعا. بس طبعا هددوا اختي مش وش ان هي تروح تبات في اسم مجرد واحد بلطجي زي ده. خافت فمشيت. خافت فمشت وهي مالهاش علاقه بالموضوع، ما كانتش تعلم اي شيء عن الموضوع ده خالص. تمام. فخامه الريس علمنا ان احنا لازم يكون قلبنا جامد، عمل خطوط ساخنه وقال في مكاتب شكاوى كتير وفي خطوط ساخنه للمكاتب الشكاوى كتير، وادانا حقا ان احنا نتكلم وبيحارب الفساد في كل مكان. بس احنا عايزين برضو الريس ان هو يخلينا احنا نماذج للناس اللي عايزه تقول. حضرتك نموذج مشرف علشان ما سكتش على حق الدوله. هو مش حقك، هو حق الدوله وحق الدوله حقنا كلنا. ده بشجعها بصراحه، وده كان شيء شرفنا ان نقف معاها وساعدها. طيب الاجراءات القانونيه وصلت لحد فين دلوقتي؟ وصلت لرئاسه الجمهوريه. رئاسه الجمهوريه يا فندم. طب ايه ايه رد الفعل؟ يعني في اي خطوه اتخذت؟ لسه هي كلها شكاوى ولسه تحت بنود التحقيق، بس لسه ما فيش اي اجراءات. لا. مثلا في سواء في نيابه سواء في محكمه لا في اي حاجه، فلسه لا الموضوع لسه الموضوع هو كلها في الاجراء. يعني لسه في الاجراء، يعني في خطوات كده ان شاء الله وربنا يوفقهم باذن الله. في خطوات شغاله طبعا، ومش عايزين ننكر مجهود الكوادر اللي شغاله من خلف الكاميرات وخلف الاسوار وما بيتكلموش، يعني في ناس كتيره جدا شغاله في الموضوع وسنداني. ما هو طبيعي ان مواضيع زي كده مش بتبقى في يوم وليله، اكيد بتاخد وقت. بالظبط. لسه في اجراءات. لسه في تحري. سواء يعني والاشخاص عددهم قد ايه ومكورتيفي. لسه الموضوع طبعا. احنا يا فندم كمان لو دورنا على الراجل ده، لما دورنا في اوراق معينه لقينا ان هو عليه مشاكل كتيره جدا. بس دي اكيد مش اول قضيه نصب. واراضي كتيره جدا هو واخدها بهذا المنوال. وفي كمان مشاكل عنده في موضوع المباني وغرامات المباني. وطبعا الرئيس لما عمل مصالحات في عليه مبالغ هو ما عرفش هو ما دفعهاش ازاي وازاي معدي. ثالثا والاهم، انا لما رحت مكتبه لان انا كنت براوغ معاه، عاوزه يعني
اجيب الاخر بتاعه فين وايه دنيته عشان اعرف اعمل ملف كامل اقدر اخش بيه على طول على الرئيس اقول له يا ريس في كذا في فساد في فساد وهو يعني قدام عين سعادتك اهو حضرتك شوف. لقيت اللي هو يعني عايزه اسميه مافيا. يعني انت عايزه تقولي ان ان هو مش لوحده في الموضوع. لا يا فندم لا وراه طبعا طبعا وراه كل النهارده كل الناس اللي بتساعده اللي بتسنده اللي بتخليه اكيد يا فندم عليكي الورق ده الورق بس سعادتك انا هقول لك حاجه سياده الرئيس وبنشكر الدوله في هذا يعني بصراحه في المجهود العظيم ده فاحنا كلنا واقفين معاه بالظبط واقول لسعادتك حاجه ده عقد بيع مفترض عقد بيع ابتدائي تمام اللي هو شاري بيه طبعا مفيش سلسال للارض احنا معانا معانا نسخه من المستندات هتتعرض على البلازما مكتوب فيه بند يا فندم على الشاشه اللي هو بالقسط يدفع 800000 جنيه وقت استلام الارض المفروض ان الارض دي اراضي الدوله المفترض مفروض طبعا المفترض هي ارض الدوله هي ملك هي عام هي ملكيه أملك عامة يعني ملكيه عامه يعني لشركه الحديد والصلب فيما معناه تمام يا فندم تمام اوكي احنا معانا دلوقتي صور المستندات على الشاشه اتفضلي حضرتك يعني هو عمل ده العقد الابتدائي ومفترض ان هو ما استلمش ده العمل ده العقد الابتدائي ومفترض ان هو ما استلمش الارض دي بجهه فعليه فاذا ما دفعش فلوس في حين ان هو في توكيل عام من فرج فرج ده اللي هو مشتري منه للشخص دوت توكيل عام بيع رسمي طب ازاي انا هبقى ما دفعتش ولا جنيه هنا وما استلمتش ارضي وازاي انت عامل لي توكيل عام رسمي ادي اول حاجه أدي شككتنا في الورق ادي اول غلطه تمام تاني حاجه هم ادعوا شركه وهميه ان هم اجروا لها الارض ديت مده سنه او اتنين وبعدين طبعا عشان خاطر يثبتوا الارض ويثبتوا الورق يجيبوا اختام نسر على الورق عملوا حكم طرد للشركه اللي هي الوهميه دي طبعا مش هذكر اسمها بان لا ما تسألش مشكله يعني المهم فطبعا اي جهه قضائيه طبعا احنا مش بنشكش في نزاهتها مجرد ما حد يجي حضرتك يقول لك ده مأجر من عندي وممتنع عن ان هو يسيب لي حاجتي بتعمل له اجراء طرد او تمكين تمام فالمحكمه ادته تمكين بالتنبيه يعني بالاعلان لان شكت في الورق وفيما معناه ان الحكم ده يعني القاضي كان عنده شويه شك من حين بقى هقول لحضرتك حاجه هو جه قال عرض عليا 5 مليون جنيه علشان خاطر احنا ماشيين له ايه الورق والكلام ده طيب يا فندم لو حكم التنبيه او قانونا بقى هكلم سعادتك بالقانون انا هروح اعمل استشكال على الحكم ده هدفع فيه 1000 جنيه أوكي. بعد شهرين المحكمه هتقول لي تمكين بالقوه الجبريه تمام روحي اعملي دراسه امنيه وانزلي استلمي ارضك ده لو انا ست سليمه ولا سليم لو انا الورق بتاعي مظبوط تمام هو عمل كده عشان خاطر يحط ختم النسر على الورق ويقول ده في شركه مستوليه على الارض دي وعايز يستلم رسمي ويدخل شركه امن وحراسه رسمي وراجل يبيع ويشتري براحته تمام طبعا لما انا كل الكلام ده ما عجبنيش انا هرجع اقول لسعادتك تاني بحثت فيه قعدت ادور فيه بالظبط قعدت ادور كتير وصلت لكل الاوراق دي طبعا فيها اسماء كتير ودي صوره من الحكم بعد ما اتحكمت بالتمكين كتبوها تحت ان هي بالتنبيه ممكن توجيها للكاميرا كده مش هتبان قوي طيب اوكي تمام طيب ماشي. تمام بس ابتدى لما عرف الكلام ده كله ان هو يبعت لي بلطجيه يهددنا ان هي شغاله معايا يعني احنا تقريبا احنا معانا فيديوهات للاعتداء ده كمان يا فندم في هتتعرض دلوقتي على كمان حاجه تمام في حاجه كمان عايزه اقولها لسعادتك في بعض الناس شغالين معايا في الشركه تمام هو مدهم الفيديو استاذه هبه الفيديو معانا دلوقتي على الشاشه ممكن توضحي بس الفيديو للساده المشاهدين هو ده كده راحوا بيت اختي طبعا كانت بلطجيه ملمومه كانت الدنيا ليل الكاميرا دي للاسف مش عندها هي في البيت ده عند ناس جيرانها تمام ده جوزها عمال يقول لهم اهدوا ما ينفعش كده انتوا بتعملوا ايه طب هم جايين يعملوا ايه عايزين ايه جايين يعملوا شوشره وعايزين ايه بقى عشان انا اظهر بقى تمام هم عايزينك انت عشان انا اضغط على اختها عشان المهندسه هبه الباشمهندسه هبه مثلا تدهم الاوراق ديت او تتراجع او تتراجع بقى خلاص الموضوع اللي انت ماشيه فيه طبعا بقى كان جايب ستات ورجاله وناس وحاجات كتير قوي كده تمام وساعتها ما حدش تصدى لهم الا واحد من الجيران هو يعني راجل كبير كده ليه ما بلغتوش ساعتها للشرطه بلغنا ما كنتش انا موجوده ولا ما حصلش استجابه للاسف يعني تمام طبعا يعني انا معلش انا مش بشكك في نزاهه حد بس لما يبقى موجود ناس بالليل بالكميه دي في الشارع ومفيش حتى عن شرط ان البيت ده على الكورنيش
يعني حضرتك لو عربيه دوليه راكبه معديه كده هي شافته هتيجي بناء على ايه؟ محدش جه. دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه يا فندم انا يعني هرجع اقول لحضرتك كلمتين تاني. انا ست عندي شركه، عندي مشاكل في شغلي، ممكن اقول لك عليا فلوس في شغلي، عليا شيكات في شغلي بحكم كورونا وبحكم ان احنا بقى فتره الحمد لله. طب استاذه ايهاب، بحكم بقى ان حضرتك بتقولي عندك شركه، عندك يعني برضو اكيد ازمه ماليه زي معظم الشركات في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وجائحه كورونا، عندك شويه مشاكل، هو بتقولي عرض على حضرتك 5 مليون على اساس ان انت تتنازلي عن كل القضايا او كل الاجراءات القانونيه اللي انت يعني خدتيها ضده، ليه ما قبلتيش ال 5 مليون؟ علشان لو انا قابلت الخمسة مليون وغيري قبل الخمسة مليون احنا مش هنيجي قدام ساعة. تمام. بس وانا مؤمنة باللي انا بعمله. ومعلش انا رد اعتباري. ما خفتيش يا دكتورة ايهاب؟ لا يا فندم ما خفتش، لان كل النسبة انا ما كتب الله لنا. يعني معلش. الست المصرية جدعة. طبعا لها دور كبير في انا وحضرتك عارفين كويس ان احنا واحنا ماشيين كده لا قدر الله، يعني ربنا يسلم عمرك ممكن تخبطنا عربية موت. اجل. خلاص. فانا مش خايفه منه ومش طالعه النهارده عشان خايفه منه، انا طالعه عشان اقول للريس يا ريس اهو، ويا ريس خليني مثال للناس اللي شايفه الغلط. تمام. واحنا عارفين ان انت بتدعمنا، ادعمنا كمان وكمان، وقف معانا كمان وكمان، وفي بدل الحكايه دي 100 الف حكايه. اكيد دي مش اول احنا ولا عايزين آخر كلنا نساعد. عايزين كلنا نساعد بالظبط. عايزين الريس يعني عايزين كلنا نساعد يساندنا والناس تساندنا ومحدش يقبل اصلا ان في واحده ست تتهان. اكيد طبعا. وحته يعني البلطجه اللي بقت في الشارع يا استاذه هبه مش في الست ولا في الراجل، المشكله ان دي اراضي دوله وفي ناس بتاخدها وبتتعدى عليها زي الظاهره اللي احنا شايفينها وكانت وبقت يا استاذه منى، بس دلوقتي بيحجمها بالظبط كده. بس انا عايز اقول اللي عايز اقوله لحضرتك استاذه منى، في ناس كتير زي الباشمهندسة هبه طبعا اكيد خايفه تتكلم، ست المصريه ست جدعه، في ناس كتير عايزه تتكلم عن هذا الموضوع وممكن يكون تحت ايديها مستندات وبراهين، ولكن خايفه برضو انها تتكلم، وفي ناس بتخوفها بتضغط عليها انها ما تتكلمش. احنا عايزين نعرف، ايه موضوع البلطجه ده؟ انصحهم محدش يعني محدش يخاف. الناس اللي خايفه او يخاف. او تعرف الغلط، انت خايف النهارده او مثلا عندك حاجه خايف عليها ومش عايز تقول استاذه منى واستاذه نشوى من ضمن الناس اللي ما بتخافش. ايه جايبانا في الموضوع ده؟ احنا دلوقتي احنا طالعين على اساس ان احنا بنعرض برضو قضيه مهمه بتمس، يعني مش هتمس حضرتك لوحدك، لا هي بتمس طبعا معظم الناس وبتمسنا كلنا، وبعدين تعدي على اي حاجه ملكيه عامه فهي تعدي علينا كلنا، يعني لان كل حاجه في الدوله هي ملك لينا كلنا. احنا شايفين الدوله جايه معانا يعني هو بيقول لك الغوا البنزين وامشوا بالغاز علشان خاطر يوفر لنا، هو مش هيوفر، معلش رئيس مش هيوفر نفسه، ده يوفر لنا احنا، الخضار هيرخص ده احنا لما يبقى في حد واقف بيعمل. عايزه اتبلغ عن حاجات بس في بوسائل الضغط وامور البلطجه الزياده بتخاف. واحنا دلوقتي طيب الحاجات دي ما بتبقاش مثلا احنا مش احنا عايزين ندي الامان للناس، وعايزين احنا بنقول لهم لا احنا معاكم، احنا واقفين معاكم. طب هو ست مستشار وكل مسؤول النهارده واقف معاك، مش في جهات او جهات معنيه او مسؤولين معنيين بمكافحه الفساد او بمكافحه القضايا اللي زي كده؟ كتير جدا. طيب فين بقى يعني فين الاجراءات؟ موجودين والله، بس موجودين بس يعني عايزين المواطن، ما احنا برضو مش عايزين يبقى الموضوع على المواطن لوحده. يعني انا النهارده حد زي الباشمهندسه هبه لما جت اتكلمت معانا ما تاخرتش، قلت لها انا معاكي في اي مكان وهساندك وهساند اي حد واقف جنب اي حد معاه الحق. تمام. واحنا كلنا في ده، واحنا كلنا في هذا الوطن، معلش انا اسف، كلنا في هذا الوطن، انا حد وعداه في رئاسه الوزراء نعمل اي حاجه. استاذ علي مش هكمل اسمه من ضمن الناس اللي احنا نشهد لها برضو زي معالي المستشار ان هو ما تخلاش ثانيه وزكى الشكوى في ثانيه ولدرجه لما اتصلت بيه قلت له في ناس عند اختي بتعمل كذا يا فندم، قال لي حالا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا. يا استاذه هبه البلد دي فيها ناس شرفاء كتير جدا، كتير طبعا جدا. مصر طول عمرها ولاده، كل الناس اللي ساعدت لي يا فندم وكل الناس اللي ساعدت لي وكل الناس اللي انا قلت له اساميها دي هي تفاعلت معايا بالفعل وقالوا لي قولي له ان في فلان وفي فلان وفي فلان وهتيجي. هما مش مستنيين منه مليون ولا خمسة ولا عشرة ولا مية، هما بيحبوا البلد دي، هما ناس بالظبط شريفة، ناس شريفة بيحبوا البلد دي بالزبط. فهو تخيل ان في ناس زيه كتير والناس ممكن ترضى بأي حاجة، طبعا ده كله كلام مش موجود ملوش أساس من الصحة، زي ما في ناس وحشة زي ما في ناس حلوة كويس. أكيد مش هنقول ان احنا سندباد او ان احنا بقى هركليز يعني او كده، لا بس لا هو والرسالة دي برضو اللي احنا عايزين نوصلها للناس النهاردة، ما تخافش ده حقك وحق أولادك. أكيد النهاردة ما تخافش
النهارده في ناس بتقف معاك، في ناس بتساندك، الدوله بتساندك، بتقول لك تعقول اتكلم. وفي ناس هتحميك. يعني الموضوع مش ان هو مثلا سهل او سايب للدرجه دي، ولكن النهارده في ناس والله يا استاذه نشوى معاها، يعني بنقول لهم اتكلموا، معاكم الحق اتكلموا، محدش خايف. وبالذات لو معاهم اثباتات بلطجيه محدش خايف. معلش احنا عايزين نسلط الضوء اكتر على موضوع البلطجه ده. يعني ايه دلوقتي؟ انت مثلا دلوقتي بقت كمان ظاهره طبيعيه في الناس كلها. انا مثلا ليا عند اي حد 2 جنيه. طيب استاذه هبه، احنا هنطلع بس فاصل من كلامكم، من كلمه سياده المستشار. احنا بنوجه برضو كلمه للساده المشاهدين، لو ليك حق ما تسكتش عليه، خد حقك وما تخافش. طبعا هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم مره تانية اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وهنستكمل موضوعنا مع الاستاذه هبه. حضرتك كنت بتتكلمي قبل الفاصل عن موضوع البلطجه اللي انتشر في الشارع المصري الفتره دي وتزايد اكتر كمان من الاول. طيب. فكنا عايزين نشوف، طيب بالتجربه يعني الشخصيه اللي انت عشتيها، احكي لنا كده عن تجربتك في الموضوع ده. هو بعيدا عن الموضوع دوت، في شغلنا احنا بنقابل من ده كتير. يعني احنا بحكم ان احنا شركه، ممكن يكون مثلا علينا فلوس لحد ما، فبص تلاقي سعادتك ممكن يكون معاه شيك منك. يعني انت ممكن تمشي بالشق القانوني لو انا حتى غلبتك في شغلك او كده، ممكن حضرتك ان انت ترفع عليا قضيه زي ما بتعمل مع الشركات، زي ما بتعمل معانا كلنا. لا السليمة. ده دلوقتي بقت الناس بقت سهله قوي تروح تجيب لك كام بلطجي ويجوا لك مكتبك ويتعدوا عليكي، ولا ولازم يعني بدل ما بيلجا للقنوات الشرعيه السليمه او القانونيه بيلجا لموضوع بقى البلطجه. والموضوع ده تزايد كتير جدا بالذات يعني في الفتره دي، ومش معايا بس، مع ناس كتيره جدا في السوق. بقت كمان كلمه ان انت، معلش الكلمه دي برضو بتستفز الناس قوي. يعني انت لما يبقى في شغلك وعندك تعثر بحكم الاقتصاد وحكم ان انت الدنيا مش حلوه وربنا طبعا الدنيا احنا في دول وقعت، احنا الحمد لله ربنا كرمنا او بفضل الله علينا، يعني الحمد لله بفضل الله الحمد لله. تبص تلاقي يقول لك ده نصاب، دي نصابه. طب نصاب ليه؟ علشان ليك عنده قرشين بقى نصاب؟ طب ما هو اداك القرشين بتوعك. تبص تلاقي كمان في ظاهره ثانيه دخلت في الناس برضو، دي احنا ما بنهاجمش الدوله بس او ما بنقولش الدوله بس، احنا بنقول للناس برضو. يعني انت لما تاخد حقك ما ينفعش تيجي تقول لي لا اصل الفلوس دي اتاخرت عندك، فعاوز 30000 جنيه عشان اديك ورقك. ده تعويض مثلا، يعني بياخدوا تعويض، بياخد تعويض، ده اسمه ربا. وانا مش عايزه اديكي ورقك، هتعملي ايه؟ هتديني غصب عنك عشان تاخدي ورقك. ورقك ممكن مثلا ما يقرب 300000 400000 يرفع بيه عليه قضيه وانت دافعاهم، هتقولي يلا في داهيه 30000 40000. كل ده بيساعدوا مين؟ البلطجيه. لازم نوضح حد البلطجيه. دايره المعادي طول عمرنا بنشوف ان المعادي دي كانت عاصمه مصر، يعني معلش في الناس اصبح فيها مشاكل كتيره جدا. معالي المستشار يقول لي سعادتك طيب فين؟ لا هي اكتر منطقه فيها فساد دلوقتي، فيها مشاكل. ده عشان انتوا بس ساكنين فيها وحاسين بالاجواء اللي فيها، لكن لا بالظبط، يعني احنا عايشين فيها وشايفينها. النهارده دايره المعادي فيها مشاكل كتير، بس الموضوع ده منتشر تقريبا في كل المحافظات وفي كل الاماكن. يعني بس هو بس عايز طبعا نظره شويه المعادي دي، يعني عايز اهتمام، ان الموضوع ده يعني فعلا يتحسن طبعا، يعني اجراءات حاسمه. يعني يعني انا ممكن ببقى مروح بالليل وشايف كمائن والكمائن بعدي عليها عادي جدا. تمام. يعني مثلا واقفين الدكور لا فيك، يعني في كمان بنعدي عليها يعني ما فيش حد بيسالنا عن اي حاجه وبنعدهم مش عادي جدا، ما فيش اي حاجه. لا بس في ناس برضو بتسال. طبعا لا طبعا بيسالوا، في ناس شريفه، في ناس شريفه ما بتضيعش وقت صراحه. انا بحييهم وبشكرهم، ما بتضيعش وقت. ولكن في النهارده في ظاهره، النهارده في بعض تجار مخدرات، في بعض مشاكل وامور البلطجه بتزيد جدا بالذات الفتره دي. أوكي. بتزيد استاذه هبه، فالناس دي ممكن تحس ان في مثلا دلوقتي كل مشاكلك، المشاكل اللي عندك دي، تقولي لي بتديري شركتك ازاي، مراعيه حياتك وبيتك ازاي برضو؟ ده في الوقت الحالي ولا في الوقت الحالي؟ لا طبعا في الوقت الحالي. انا يعني عايز اقول لحضرتك من ساعه الموضوع ده انا لا شفت شغلي، يعني الموضوع ده موقف لك الدنيا؟ لا طبعا كل حاجه ومش مخليني حتى عارفه اركز في شغلي. لو ليا فلوس برضه عايزه احصلها عشان اسد في شغلي مش عارفه، بقول لحضرتك انا مش عارفه اروح بيتي طبعا، عطله من كل ناحيه. يعني لدرجه ان هو البلطجيه دول، بقول لحضرتك في ولد شغال معايا مش هذكر اسمه، خطفه ومضاه على اصاله منه عشان يجيبني ليه.
طبعا في تحريات مباحث اكيد هتتاكد من كلامي ده، يعني لو يتعبوا شويه معلش يعني انا اسفه الاساءه وينزلوا كده يسالوا الشارع ويسالوا على الميكروباصات والسواقين هيلاقوا ان الكلام ده حصل. يعني ما ينفعش ان انا يبقى معايا مشكله وبص تلاقي ياخد ناس شغاله معايا يعمل فيها كده ليه؟ طب انت ناويه على ايه الفتره الجايه يا استاذ زهاب؟ والله هو هقول لحضرتك برضو بعض القيادات وبعض المسؤولين ساندوني وهم اللي قالوا لي ما تخافيش وما تترجعيش واحنا معاكي. يعني انت مكمله للاخر؟ مكمله في الموضوع للاخر ان شاء الله، لان طبعا دعم ربنا سبحانه وتعالى دعمهم هو حتى اللي خلاني اوصل لحضرتك النهارده. تمام، اكيد مش بالساهل. واللي احنا عايزينه ان كل مواطن شريف ما يشتغلش للفلوس والنفوس، يشتغل حب للوطن وللحق. احنا طبعا كلنا في ناس كتير بتشتغل كده، في ناس كتير بدليل ان في ناس ساعدتكم كتير. ايوه فعلا، ايوه فعلا بالفعل. اه في ناس واقفه في رئاسه الوزراء، ناس كتير واقفه معايا، في رئاسه الجمهوريه في ناس كتير واقفه معايا، في جهات سياديه بصراحه في جهات من الاول خالص اول ما يعني طبعا يعني انتي مطمنه طبعا ان شاء الله ان في اصبحت مسنوده على الناس دي بصراحه. انتي مطمنه دلوقتي ان شاء الله في اجراءات هتاخد مجراها، هيجي لك حقك القضاء ديت ولا انت عايزه؟ قالوا لي نكلمه وابتدوا يتكلموا معاه واه ماشي ونعمل لك اللي انت عاوزه وناس اسابيع. احنا عايزين اجراءات قانونيه تتاخد ليه او عليه. النهارده الست دي واسرتها في تهديد، في زعزعه، مش عارفين يناموا، مش عارفين يرتاحوا، مش عارفين يستقروا في بيتهم. الموضوع ده لازم يتوضح له حل، اكيد لازم يكون له حل. واحنا من خلالنا ومن خلال صوتنا ومن خلال كاميرتنا واكيد طبعا يعني للمسؤولين اكيد يعني الساده المشاهدين كلهم شاهدوا الفيديو وشافوا كل حاجه اكيد. وشافوا في كمان حاجات كتيره مش مسجله وفي تهديدات كتيره في مكالمات تليفونيه، يعني ممكن الاطلاع عليها كمان ما فيش مشكله. تمام. ولكن الست دي النهارده واسرتها في زعزعه وفي مشاكل، حتى لو بابهم مقفول عليهم برضو خايفين. انا اتهمت ان انا هيتلف لي قضيه وتعمل لي ضبط واحضار خروجهم من البيت. يعني هو اتهمني يعني ان هو هيجيب حد يلف لي قضيه. طبعا انت مدام ماشيه في الطريق يعني خلاص، انت مدام ماشيه في الطريق يعني ما في الاجراءات القانونيه القنوات الشرعيه الصح، لا ان شاء الله هيجي لك حقك باذن الله. طيب لو في كلمه عايزه توجهها للشخص ده اللي هو عمل لك كل المشاكل دي او نصب عليك بمعنى اصح، لا والله انا عاوزه اقول له انا متشكره جدا. انا لو كنت بتشكري يا دكتوره هبه؟ اه يا فندم. هقول لحضرتك ليه، لان انا لو كنت الاول مثلا جريئه 70% فانت خليتني جريئه 120% اكتر من الاول بكتير. تحياتنا ليكي، ربنا يخليكي. تاني حاجه، انت راجل كبرت في سنك، اللي زيك يقعد يبص لاخرته، اللي زيك ما يعملش كده. معلش انت راجل عندك فوق ال 60 سنه او 70 سنه دكتوره هبه، الضمير ملوش دعوه بالسن، ده حد ما عندوش ضمير. طبعا ماشي يا فندم، بس عايزين ندعي على الظاهره دي بقى. ان شاء الله كويس قوي غير كده، كويس كده، عايزين نامن الجنه اللي جاي على الاقل. على الاقل على الاقل التعظ، يعني من لم يكن الموت واعظا له فلا واعظ له. طبعا انت شايف الناس وشباب بتموت، يعني اتعظ شويه وعندك اللي مكفيك. في ناس مش لاقيه وعندك من الحرام. بص لابنك، انت عندك ابن واحد. انا اسفه، ثواني ماشي. أقول. لا اتفضلي. عنده ابن واحد، يعني هو ولد واحد، وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ما اكتبهاش على اي حد، مش سوي واخلاقه مش سويه، من دلعك فيه وفلوسك الحرام. الحرام ما بتبني في ايه؟ بتبني في الحرام؟ على حساب مواطن غلبان. اعتقد الرساله وصلت، ويا ريت ان هو يستقبلها زي ما حضرتك وصلتيها له. طب لا ان شاء الله توصل، ان شاء الله يستقبلها تاني لمين يا وان شاء الله. عايزه اوصل رساله لكل الناس واولهم اهلي، ابويا وامي. هم مستحملين معك كتير صراحه. اكيد طبعا. واخواتي والناس حبايبي اللي هم قريبين مني، هم استحملوا معايا وتعبوا معايا الفتره دي جدا. وانا عاوزه اقول لهم ان انا طلعت النهارده عشان ارد اعتباري. ايوه كملي يا دكتور. عشان ارد اعتباري ليهم وليا. عندي بنوته واحده، بتمنى اللي بعمله ده ربنا سبحانه وتعالى يجازيني فيها خير يعني. وبس ان شاء الله باذن الله. احنا عايزين يعني بسرعه ان احنا نأمن الست دي واسرتها
اكيد بحيث انهم يعيشوا باستقرار ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه ونامن اي حد زي الباشمهندس. طبعا قبل الرساله دي عايز اي حد يقوم بالعمل ده لازم محتاجه برضه ان الدوله تقف جنبي يعني محتاجه الدوله تقف جنبي لازم ندي الامل للناس لان في ناس النهارده بيقول لك انا معايا مثلا عايز اتكلم عن حاجه وشايف غلط بس خايف اتكلم. هو يا سياده المستشار الانسان ما دام مش امن في مكانه او في بيته او في عمله او في حياته خلاص هو كده ملوش اي حياه بالظبط. يعني فاحنا الست دي النهارده طبعا الامن والامان والاستقرار اهم. احنا عايزين نضمن لها الامان مهم لحياتنا كلنا طبعا. ليه حضرتك يعني يا سياده المستشار وقفت جنب استاذه هبه؟ لقيت معاها الحق. معاها الحق اه طبعا لقيت معاها الحق. طيب وانا اطلعت على كل حاجه كتير عشان كده بسالك السؤال ده. انا بحييهم ومن ضمنهم يعني في ناس اصدقاء وفي ناس يعني شغاله ما بتحبش انها تظهر في الصوره او اسم ولا الكلام ده بصراحه انا بحييهم جدا. تمام. ولكن اي حد بيصوم طبعا اي حاجه كلنا انا والله طبعا العظيم كل انا في ده الوطن والتقدير يعني يعني انا في ده الوطن وكلنا بنعمل حب أكيد. في الوطن حضرتك قاعد ومن مع الشباب قاعد ولجنه حقوق الانسان بالمجلس الاعلى بالمجلس الاعلى تمام بس فاحنا بنتكلم على ان احنا عايزين نامن الست دي واسرتها يعيشوا في امان واي حد مثلا زي اللي الباشمهندسه هبه ان احنا نقف جنبه ونسنده ونجيب حق البلد طبعا ده اهم حاجه. وكده وكده يا فندم كمان موضوع البلطجيه وخلاص موضوع البلطجيه حلو قوي لغايه كده حلو قوي لغايه كده عايزين نشتغل ونبني بقى ونعلي ان شاء الله الفتره الجايه في بلطجيه في مصر فعلا عشان نقدر نشتغل ونعلي ان شاء الله باذن الله. طب حضرتك يعني كعضو برضو في لجنه حقوق الانسان ومكافحه الفساد طبعا احنا بنتكلم فيه دي برضو تبقى يعني فساد. تندرج تحت طبعاً. الفساد طبعا والتعدي على املاك عامه والتعدي على حقوق طبعا دوله حقوق مواطنين واقول لساعتك ان الارض دي ميكروب يعني سعرها اقل حاجه 100 مليون تمام وهو مشتريها طبعا هو مش شاريها هو لا طبعا 5 مليون مني بقى يعني. هو لا هو وضع بقى يده خلاص يعني ما الدنيا حضرتك يعني ايه الاجراءات اللي يعني اللي بتاخدوها على يعني لمكافحه الفساد او ان هو التصدي والتعدي عشان على مثل على زي الايه على مثل هذه القضايا في سرعه النهارده لما بيكون في مستند او في براهين زي كده وبتوصل لاي جهه سياديه من النهارده مفيش تراجع مفيش ورقه بيتركي مفيش الكلام ده تمام في سرعه النهارده في سرعه اجراءات في سرعة واتخاذ وفي كذا جهاز رقابي شغال تمام وفي ناس عظيمه جدا شغاله وفي ناس ما بتنامش والله العظيم في ناس ما بتنام حبا في البلد دي انا عايز اقول لحضرتك الرقابه الاداريه بتاعتها وشغاله والله العظيم ما بتروح البيت وفي ناس شغاله يعني اقول لك ايه مش هقول اكتر من كده في ناس يعني ما بتروحش البيت حبا في الوطن يعني حبا في الوطن عشان الفساد الموجود بالظبط وبترجع حقوق الناس وشغاله وعايزه تنظف البلد ده عشان تنام وترتاح وكل مواطن ينام ويرتاح وان شاء الله خلاص يعني قرب باذن الله الحمد لله لا ان شاء الله كله لا في شغل هايل في البلد في شغل هايل باذن الله الحمد لله يعني اكيد كل المواطنين حاسين بيه يعني حاسين ان في في قضاء على الفساد طبعا طبعا بما اننا طرحين قضيتكم هو على الهواء الحمد لله وانتوا جرأة واستاذه هبه برغم التعديات اللي حصل عليها بس عندها اراده وتصميم وقوه وطبعا تحياتنا ليكي ولكل والله الست ما هنسيب المصرية اي حد اي حد بيغلط ولا اي حد مش ماشي مظبوط والله ما هنسيبه احنا مش هنسيبه وهنكشفه هو ده برضو اللي جرأنا يعني كل اللي جرأني برضو ووصلني للكلام ده بقول لحضرتك القادات اللي انا دخلت معاهم اي حد بصراحه هم اللي ما قفلش بابه بالعكس جراني وقال لي احنا معاكي وداعمينك وما تخافيش والناس مساعداني جدا لدرجه ان هم حتى مش مخلين حد يعرف يوصل لي حاجات كتيرة جدا يعني بس المشكله عندي في اهلي انا برضو محتاجه ان اهلي تبقى عايشه حاملين معاكي متحملين معاكي كتير طبعا وانا ما مش قادره استحمل اكتر من كده عندي برضو شغلي وعندي بنتي وعندي بيتي وعندي حياتي وعندي التزاماتي وعايزه اقول لك هم ابتدوا يجيبوا ناس تبع شغلي وسواء سمعتي عندهم ابتدوا يخشوا على الفيسبوك عندي بقى اللي هي المتابعه كل الحاجات هنقضي على الفساد وهنقضي على امور البلطجه خلي بالك الارهاب والفساد الاثنين قضيه مرتبطين ببعض كبار جدا مرتبطين ببعض زي وزي ما بتقول زي ما قضينا على الارهاب ان شاء الله هنقضي على الفساد اكيد باذن الله وعلى البلطجه ان شاء الله مش هيكون في الكلام ده باذن الله تعالى ان شاء الله بس احنا عايزين سرعه التنفيذ بس يعني انا بطلب اي جهاز امني او رقابي سرعه يعني انا النهارده لما مواطن يبلغ يا ريت نهتم شويه بالبلاغ هو اكيد طبعا لان اصل ده مصلحه عامه عشان خاطر في الاول وفي الاخر مصلحه عامه للكل يعني بلاش نتحرك بعد فوات الاوان او متاخر شويه يا ريت يعني بلاش كده استاذه هبه طبعا اول مهندسه هبه صلاح صاحبه شركه التوريدات والمقاولات شركه الامان للتوريدات والمقاولات اكيد طبعا استاذه هبه قبل المشكله حاجه وبعد
المشكله حاجه، فايه هنا بقى اللي حصل في النص يعني، او ايه بقى استاذه هبه قبل وبعد، ايه اللي حصل بقى هنا الاول؟ ما كنتش بنبهدله، بقيت مبهدله. لا انا بتكلم على برضو يعني اي حد هيتعرض لموقف، اي حد هيتعرض لحاجه زي كده طبعا، اي حد اي حد هيتعرض لموقف زي كده، هيتعرض للمشكله دي، يتعرض ان هو يبقى ان بلطجه يعتدوا عليه، ان هو يبقى مشرد، مش عارف ينام، مش عارف يعيش، مش عارف يمارس حياته الطبيعيه، مش عارف يشوف شغله، مش عارف يشوف حياته. فطبعا اكيد لازم هيكون في حصل تغيير، تغيير حتى داخلي يعني، حتى لو مش في الشكل الخارجي بس تغيير داخلي اكيد طبعا. انت قبل المشكله غير بعد المشكله، ايه بقى التغيير اللي حصل معاكي يعني في التفكير حتى على الاقل؟ يعني في التفكير ان انا الاول كنت شايفه معلش اتجهت شويه لكذا حاجه او كذا مكان بيدعم الدوله، وابتديت احضر كام ندوه كده، فحسيت. بس لما دخلت وشفت القيادات وفضلهم، وشفت هم بيعملوا ايه، وشفت ان في دعم، وشفت ان الكلام ده مش زي ما الناس بتقول كلام انشاءات وكلام جرايد وانشاء ومره واحد من ضمن الناس يعني عشان يصيبني بالاحباط في الموضوع ده، قال انت مفكره نفسك رأفت الهجان؟ ده رأفت الهجان ما رضوش يدوا العيال الجنسيه، ده الاحباط بقى، ما رضوش يدوا العيال الجنسيه. طول انا بنتي مصريه وانا مصريه والحمد لله مش عايزين الجنسيه. ففي زي ما في ناس بتحبط زي ما في ناس اكتر، وطبعا ناس كبيره جدا، وانا شرفت ان انا قعدت معاهم واتكلمت معاهم ان هما بيدعموكي وغيروني، فهموني يعني ايه بلدي، فهموني ان انا ما بقتش زي الاول، ان البلد دي بقى ليها صاحب وكل مواطن فيها صاحب، ما بفيش حد بيعلى على القانون، احنا كلنا اصحاب البلد. ما هو كل بلد يعني ان احنا كلنا نخاف عليه اكيد. فانا بصراحه ما فيش حد يعلى على القانون ايا كان مين، وده مش غريب عن الست المصريه يعني بصراحه. لا طبعا يعني احنا على مدى تاريخ، مش هنقول بقى كل السنين اللي فاتت بس، لا طبعا ده على مدى تاريخ الاف السنين معروفه جدا ان المراه المصريه مراه قويه، مراه حره، ما بتسيبش حقها، لا بتتصدى وبتقف. بس برضه يا استاذه هي اكتر حاجه تعبتني الفتره اللي فاتت ان انا في ناس كتير اساءت ليا، ما طبعا هو ده بقى الظلم الظلم طبعا استاذه هبه. في ناس قريبه ظلمتك، ما هو اللي انت بتعمليه مش سهل، اللي انت بتوضحي الرؤيه ان على حد فاسد ده مش سهل، ولازم هتتحاربي، واكيد انت عارفه كده من الاول. انا ما عنديش مشكله، ما هو زي ما في حد حلو في حد وحش، بس دي انا بقول للناس بلاش كده يعني، بقول للناس يا بصي يا منى، اي حد عايز يمشي كويس، عايز يعمل يجيب حقه او عايز ياخد حقه، لازم هتلاقي ناس بتقف بتقف لك، هتحاربك، فده طبيعي. مشوار يعني مشوار مستمر، اي حد انت تعرفي منين ان انت ماشيه صح او ماشيه كويس او ماشيه على حق ان انت بتتحاربي، او الناس بتحاول ان انت توقفك عن اللي انت عايزه تعمليه او اللي انت عايزه تمشي فيه. بالزبط. وانا هضيف برضو كلام معالي المستشار تاني، ان الورقه ده اتعمل ازاي لازم نعرف بسرعه، لازم يبقى في تحليل يعني طبعًا. تحرك بسرعه بالظبط، ازاي الورقه ده طلع، مين اللي ساعد، مين اللي ساعد في ان هو يطلع او يظهر او يتعامل في الورقه؟ مصلحته ايه في كده؟ اكيد طبعا في الورقه طبعا كتير يعني. انا حاطه كارنيهات محامين ساعدوا، محامي الاولاني اللي هو ابتدى معاهم في الورقه ده، مشكله بقى المحامين دول بصراحه. تمام. والمحامي الثاني اللي هو كان شغال عندي اللي هو بيساعده، اللي هو اشتراه بقى نفسه وبيساعده، بقول له اثار شغال عند حضرتك، شغال عند الشركه، وهو اللي كان جايبه لي، ابتدى دلوقتي ان هو يساعده، يقول له اسرار شغلي، ده عندها مشكله مع فلان، ده عندها مشكله على فلان، بيطلع اسرارك بقى تبع ده فلان عليه فلوس. انا طبيعي الناس كلها عليها فلوس اليومين دول الحمد لله. انت بقى انا بتاجر في المخدرات، انا واحده ست وبشتغل. لا ما هي ازمه، هي ازمه على يعني كل الناس، بشتغل على الشركات مش العالم كله، مش احنا بس، هي اصلا ازمه عالميه. من هنا بقى هات الناس دي وقول ان هي ست نصابه يعني. محامي كان شغال عندي طبعا، اسمه موجود برضو يعني، هو اسمه موجود يعني، محامي ده برضو ما الكارنيه بتاعه موجود. انت طرحه كل الاسامي اللي ساعدته كل الناس، كل الناس اللي ساعدته كلهم اسامهم كلها مذكوره، دي بقى عمل منظومه بقى يعني متظبطه كده، منظومه فساد، منظومه ساعات منظومه كامله يعني منظمه يعني، في ناس ما بتنامش، واحد اللي بيعمل كده. الموضوع ده بقى له فوق 15 يوم، في ناس بقى لها 15 يوم ما بتنامش، زي ما انا ما بنامش هم ما بيناموش، ما بيقعدوش في بيوتهم. انا بقول لحضرتك ده فعلا والله، مش تعالي ولا ان احنا بنشكر بس في القضاءات كده، عشان احنا على الناس اللي وقفت معاكي، الناس اللي وقفت معانا دي ما نمتش وجابت كل حاجه برضو. انا اديتهم خيط صغير،
هم ابتدوا يقولوا اعملي واعملي وابتدوا يوجهوني لدرجه ما وصلت. اتصل بها على طول مباشر. اتصل بها على طول على طول. هو هو ده شغلهم برضو يعني. ما هي دي طبعا كتر مليون خيرهم، بس هم على الاقل شرفوه وعارفين يعملوا. ما ده اللي انا عايز اوصله النهارده للناس. النهارده المسؤول لان ما انت بتطرح عليه مشكله وبتطرح على حاجه مش بيسيبك. والله ما بيسيبك وبيقول لك لا ما تخافش انا معاك. تمام. ما حضرتك موجود معايا اهو، سياده المستشار لحقوق الانسان موجود مع دكتوره هبه. بالظبط بالظبط. اي حد يعني يعني يشرفه ان هو يقف مع الباشمهندسه هبه ويقوم معاه بصراحه بالدور الرائع ده. وانا بحييكم وبحيي حضراتكم بصراحه طبعا. بحيي كل اعلام شريف يقف مع اي مواطن بصراحه يعني البلد. بصراحه يا سياده المستشار احنا لما جت لنا الملف ده او جانا القضيه دي احنا خدناه يعني بغض النظر بقى عن كل الكلام اللي اتقال، احنا خدناه على ان هي قضيه حق بتاعتنا كلنا مش بتاعت الاستاذه هبه لوحدها. ربنا يخليها يا فندم. تمام. لان طبعا طبعا لان احنا كلنا اولا احنا كلنا طبعا كلنا في الموضوع اولا. انت تتعدى عليا او تتعدى على ارضي او تتعدى على بيتي تتعدى على اي حاجه تخصني تمام، كلنا في الموضوع يعني كلنا زي بعض كلنا واحد سوا. كان اللي تعدى على الاستاذه هبه كانه تعدى على نشوى كانه تعدى على منى كانه تعدى على اي فرد في المجتمع. احنا بنناقش يعني حبينا ان احنا نوضح للساده المشاهدين النهارده بالظبط كده القضيه، لان ده حقك زي ما هو حق الاستاذه هبه زي ما هو حق كل مواطن في طبعاً في البلد. طبعا حقك وحق اولادك وحق أكيد. اجيالك. انا برضو بطلب من الدوله ان هي تجيب لي حقي عيانا بيانا يعني طبيعي انا اشوف حقي برضو وطبعا عيانا بيانا عشاني وعشان الناس. هتشوفي لا طبعا ان شاء الله. بصي حضرتك مشيتي في الاجراءات القانونيه في القنوات الشرعيه، ده ما بيخذلك، ده ان شاء الله مش هتتخذلي فيه. اللي بيمشي صح ربنا بيقف معاه وبيسخر له كل القنوات وكل الناس وكل حاجه ان هو ان شاء الله هيجي لك حقك ما دام انت طالبتي بحقك. ما ضاع حق وراءه مطالبه. فطبعا ما بتطلبش بحقها بس يعني الى كلنا بالظبط. طول ما انت ليكي حق امشي وراه وان شاء الله هتاخديه، لان ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت هيسخر لك كل حاجه على اساس ان لازم حقك ان شاء الله هيرجع باذن الله ان شاء الله. اللي بيمشي صح او بيمشي في بي بي في الاجراءات السليمه اكيد لا ان شاء الله مش هيتخذل في النهايه. ربنا يوفق دولتنا ان شاء الله ونشوفها الاحسن واعظم كمان وكمان، لان مصر طبعا كلنا عارفين العين عليها. فاحنا كلنا عايزين نشتغل، مش عايزين حد يشوف الغلط ويسكت. كلنا النهارده عايزين نشتغل، كلنا النهارده عايزين نبقى ايد واحده ونمشي في الطريق واحد فعلا. والله يا ست المستشار هو لو واحد كل واحد عمل اللي عليه، كل واحد شاف شغله، كل واحد عمل اللي هو عليه، كمان احنا كل واحد شاف غلط يعني اللي معاه مفيش الكلام ده موجود. اتفضلي يا اولادك احنا برضو لازم نبص لحاجه. احنا عايزين نشتغل كلنا، احنا لازم نبص لحاجه. الريس زمان ما كانش في حد معلش بيشوف حاجه اسمها عربيه الريس ده ماشي في الشارع. احنا ربنا كرمنا براجل بيمشي في الشارع بينزل على الكباري يشوفها ايه اللي عامل ايه وحصل ايه وجرى ايه. يعني احنا ليه ما نساندوش وما نساعدوش؟ ما هو انت كده لما بتطرح هو برضو هو برضو فخامه الرئيس انا بتكلم عليها وعلى الناس الثانيه. السيد الرئيس بيكون الاستجابه فوري. فخامه الرئيس ما بيقعدش، فخامه الرئيس بينزل يشتغل زيه زينا في الشارع. وما عمرنا ما شفنا رئيس جمهوريه مشي في الشارع ولا راح مثلا حي زي ما راح حي الاسمرات. الرئيس بنفسه وقف يكلم الناس صراحه. هو نموذج لحقوق الانسان واحنا كلنا بنتعلم من هو قال انا شريف وايدي نظيفه وكل الناس اللي بتدعي لي انا هنعلي البلد دي. وهو فعلا هو فعلا عمل كده. الحمد لله الحمد لله مصر. كفايه ان هو جرأنا، كفايه ان هو قال ان ما حدش يجي على حد، ما حدش فوق القانون. قال كله هيتحاسب حتى لو انا هتحاسب، وهو فعلا بيحاسب الكل. فانا جايبه له حاجه حاسب عليها ناس. النهارده ما فيش حد فوق القانون. احنا بنتمنى ده ست المستشار ان فعلا ما يكونش في اي حد فوق القانون، واي حد عمل سواء شارك في الفساد سواء من قريب او من بعيد بطريقه مباشره او غير مباشره ان هو يتحاسب فعلا. ان شاء الله وان شاء الله ياخد جزاؤه، لان احنا بنتمنى ده طبعا للكل. الحمد مش لله طبعا مش ناس وناس يعني، بنتمنى ان الكل يكون فعلا تحت طائله القانون. عظيمه جدا يعني اكيد طبعا. فان شاء الله خير ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي قدامنا مع يعني دقيقتين، لو تحب طبعا لو تحب توجهي كلمه تحب توجهيها لمين، وبرضو سياده المستشار برضو لو حابب يوجه كلمه يوجهها لمين. هو انا عندي كلمتين. اول حاجه لاهلي تاني، ابويا وامي وبنتي واختي، لان هم دول اهم حد في حياتي. هم دول اللي بيساندوكي. ويهمني قوي ان انا اقول لابويا ان هو ربنا صح والحمد لله ان احنا مش وحشين. ولو هو ما كانش رباني صح انا ما كنتش بقيت في المكان دوت دلوقتي. واي ضغط او اي حاجه هم تعرضوا عليها بسببي
فانا حقهم عليا، بس انا ما كانش قدامي حاجه تانية اعملها غير كده، ان انا اظهر حق حتى لو بعد كده انا مت، انا ما عنديش مشكله، كفايه ان هو يبقى فخور بيا في يوم من الايام. تمام. تاني حاجه للقيادات والست الرئيس، انا عاوز اقول له دايما اي حد بيكلمني بقول له انا بنت السيسي، وده مش كلام مصطنع، السيسي ابويا الروحي وهو فعلا ابونا الروحي. طب احنا معانا بس نص دقيقه اللي جرأي. معلش ست المستشار، تحب انا طبعا بشكر حضراتكم وبشكر الساده المشاهدين، وبقول لهم ما حدش يخاف، اللي يشوف غلط يا جماعه ما حدش يخاف، النهارده الدوله واقفه معاه وبتسنده، وبوصل رساله كمان ان احنا نحتوي شبابنا الايام دي واطفالنا صغيرين، وان يهتم بيهم بالتربيه. تمام. والتعليم. تمام. يا ريت يعني بشكر يعني سيادتكم. طب احنا شرفتونا ونورتونا النهارده، واحنا كل يعني كل الدعم أفضلكم. احنا معاكم طبعا بقلوبنا ومعاكم بدعمنا وبدعم البرنامج معاكم، ان شاء الله توصلوا للحق باذن الله، واي حد في نفس الموقف يقدر ان شاء الله ان هو يحقق ويوصل للحق باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا متشكرين جدا وانتم نورتونا، واحنا القينا عليكم الضوء عشان تبقوا نموذج مشرف للبلد ديت. بحيي كل اسره البرنامج. تحياتنا لكم جميعا اعزائي المشاهدين، على وعد جديد وحلقه جديده ان شاء الله من حلم وفكره. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم.